انتي ايه اخبارك؟ كله حلو. Welcome to Savory. Thank you so much. Thank you for having me. واخيرا اتقابلنا. اخيرا yes. Pleasure. اوكي بقى بصي بقى يا ستي. اولا انا جايه الشركه الجميله القمر دي Savory Partners علشان يعني هفاجئكم باللي احنا هنقوله دلوقتي، وانا عارفه ان في ناس كتير جدا هتبقى مبسوطه من اللي احنا هنقوله. انا من ضمن الناس دي اللي هو لما قريت عن الموضوع وقريت عن الشركه وعرفت تفاصيلها، هم موجودين في دبي، موجودين عندنا في مصر، موجودين في قطر، موجودين في بلاد كتير هبقول لكم عليها بعدين. الشركه بتاعتكم هي بجد المستقبل القادم. المستقبل القادم لو انت، يمكن حتى انا مثلا كجوري مش بفكر، بس هبقى بفكر فيه لابني. فانا لو بفكر فيه ليا تفاصيله ايه؟ ان انا يكون معايا هي بتبقى جنسيه تانية ولا باسبور تاني؟ جنسيه، باسبور، مواطن بكل الحقوق. اوكي. وما ملهوش اي علاقه ان انا بتخلى عن لا طبعا ببقى مصريه معايا باسبوري المصري ولازم يكون معايا باسبور بلدي، ده اساسي. واقدر اخد باسبور تاني؟ يمكن الناس اللي هي حابه تاخد باسبور تاني ده بتاخده لغرض الناس الكتير اللي هي بتحب تسافر، الناس اللي بتحب الشوبينج، الناس اللي بتحب تدرس بره، بيحبين اولادهم يدرسوا بره. يمكن في ناس كتير عوائل كبيره ما يقدروش ان هم يسافروا، بس حابب ان هو مثلا يامن مستقبل ابنه، ده حقيقي، يامن مستقبل حفيده مثلا، يقول لحفيدي انا عايزك تسافر بلد معينه تتعلم حاجه معينه او رياضه معينه. فانتي قولي لي، يعني انا عايزه اعرف تفاصيل. لو انا جوري مثلا حابه ان انا يكون عندي بزنس مثلا بره، لانه انا للاسف بواجه مشاكل كبيره جدا في السفارات، لانه ساعات ما ببقاش عارفه اخد ابوينتمنت، ساعات ببقى مش عارفه ما تحصل مشاكل، ساعات بتروحي تاخدي الابوينتمنت وفجاه انت مش فاهمه ممكن هو يبقى معترض على ايه. مش شرط معايا، بس ناس كتير بتدخل وتبقى مجهزه كل حاجه. انا بقى نفسي اسافر من غير اي تعقيدات. كل اللي حصل ده بجد، عايزه اسافر من غير اي تعقيدات يا يوستينا، عايزه اسافر واعمل شوبينج، عايزه في يوم من الايام ان شاء الله لما اولد ابني مثلا نلف. عارفه لما تبقي نفسك تلفي العالم؟ أيوة. هي بس الغرض من جمال وحلاوه الباسبور ده انه انا نفسي الف العالم ونفسي اصرف، مش اصرف يعني، مش اصرف قوي يعني، اللي هو عايز تعملي شوبينج، عايزه تتعلمي مثلا حاجه جديده. انا يمكن مثلا حابه انمي موهبتي مثلا في حاجه معينه، فبتلاقي اوبشنز كتيره يمكن مش موجوده حواليكي، فبتقدري ان انت تلاقيها بره. ده حقيقي. فاحكي لي بقى. بصي بقى، اولا مبروك وتقومي بالسلامه. الله يبارك فيكي. بصي، الباسبور الثاني او الجنسيه الثانيه، اولا عشان ااكد، هي مش بتطلب منك خالص انك تستغني عن هويتك او جنسيتك الاصليه. طب دي حاجه كويسه جدا. اوكي. تماما. وبالعكس، هي اكسترا بنفيت عشان انت اوريدي معاكي باسبور مصري او باسبور قادره تقدمي بيه، فانت عشان كده بتعرفي تاخدي البنفيت دي ان انت تقدمي على الباسبور والجنسيه الثانيه. لو مش معاكي باسبور اصلي مش هتقدمي على حاجه خالص. يعني انا لو مش معايا باسبور، اوكي، يعني هي من ضمن الشروط ان انا اطلع بيها الجنسيه الثانيه ان انا لازم يكون عندي جنسيه من بلدي. مظبوط. عشان اقدر اطلع باسبور. طب هل يمكن في بلاد عربيه حوالينا، واتمنى طبعا من كل قلبي انه يعني الازمات اللي هم بيمروا بيها تعدي على خير، في منهم مغتربين وفي منهم ريفوجيز حابين مثلا، ممكن حد يكون معاه فلوس وحابب انهم يعني معاه مبلغ كويس حابب ان هو ينفست، هل هيقدر ان هو يطلع الباسبور ده؟ بصي، لحد انت بس لازم يكون عنده باسبور من بلده، معاه باسبور من بلده، معاه ورقه هويه، وثيقه سفر، بنقدر نقدم. بس يعني اللي معاه وثيقه سفر فلسطينيه يقدر ان هو يطلع باسبور؟ يقدر ان هو يقدم. اوكي. البنفيتس بتاعت الباسبور ده كتير جدا. أوكي. اولا، من اول ما انت قلتي ان انت تقدري حريه السفر براحتك جدا بدون ما تضطري تاخدي ابوينتمنت. الناس، انت مش بس عشان مجرد انك تسافري، انت ممكن البيزنس بتاعك، انت عندك في مجال الشغل بتاعك مثلا عندك تصوير بره، فجاه مش هتقعدي انت تاخدي 3 شهور ابوينتمنت عشان تسافري. انا خسرت شغلي كتير، احنا اسكندرانيه فقلت خسرت شغلي كتير جدا بسبب ان انا كان عندي فرص حلوه
وعروض كويسة ان انا اطلع امثل او ان انا يكون عندي تقديم حفلات معينة او ان انا مثلا حابة احضر حفلة لمغني معين فما قدرتش ان انا سافر بحكم ان الفيزا كانت صعبة جدا وكده. فده بقى الانفستمنت لما كان بالظبط انت بتستثمري في شغلك. في ناس كتير في تايتلز كتير في شركات اصلا احيانا بيطلبوا منها ان يبقى معاه باسبور تاني عشان يبقى قادر لما يعينه في التايتل ده ان هو يقدر يكفر الريجن اللي هو هيبقى ماسكه انه بيعرف بالزبط. يسافر ويكفر المنطقه دي. يعني قصدك في اللي انت قلتيه ده من شويه لو انا مثلا شغاله في شركه بالظبط ولو جيت مثلا ليتس سي مثلا انا جيت اي ابلايد عندك في الشركه وعايز اشتغل معاكم فلو انا بحمل جنسيه تانية بتقدري تاخدي ريجنال تايتل بيقول لك ليه انت هتبقي ماسكه الريجن دي تسافري كل المناطق دي لو انت كل ما اجي اقول لك قومي سافري بكره في مشكله في البلد لازم اطلع فيزا لا انا مش قادره عشان اطلع فيزا اصلا اترفضت لا فده بيسهل ادي جزء أصدق. عمل بيسهل ناس كتير ان هي استثمار للاولاد ان انت كانك بتستثمري له بدل ما الاول كان اهالينا انا هجيب له شقه يتجوز فيها انا هعمل كده دلوقتي انت تستثمري في تعليمهم تقولي انا اعلمه كويس عشان يبقى قادر ان هو اكيد طبعا بالظبط اكيد طبعا فانت دلوقتي طلعتي الباسبور ده هو وانس ان هو خده بيقدر يروح يسافر يدرس في اي دوله اوروبيه ليه اكسس على التعليم والجامعات اللي هناك الكبيره لان هو يعتبر مواطن فانت حققتي له ده مش عشان اي حاجه ان هو مثلا مش بيحصل على تعليم كويس بس انت دايما كل واحد بيحاول انه يقدم الاحسن بالظبط لاولاده ولاحفاده بالظبط كده اوكي يعني انا دلوقتي طيب بالنسبه ده بالنسبه لان انت عايزه انفست لي اللي هو انه يسافر ويعني لما بتكلم في جزء مهم الحقوق هل انت بتتعاملي مع الباسبور ده زيك زي اي مواطن داخل البلد ده بتاخدي نفس حقوقه بالظبط كده وبتدفعي نفس ضرايبه طب بصي اقول لك على ميزه عندك مثلا دوله زي دول البرتغال هي بتدي الاول اقامه ذهبيه ثم جنسيه عايزه اقول لك ان الدوله هناك ان انت وانس ان خدتي جنسيه لو انت مش مصدر دخلك البرتغال بتاخدي الاقامه الذهبيه الاول وبعدين بيدوكي الجنسيه فانت وانس ان انت معاكي الباسبور بتاعهم بتبقي انت اوروبيه من معاكي باسبور اوروبي تقدري تعيشي في اي دوله من الاتحاد الاوروبي كمواطنه اوكي بتاخدي كل الحقوق بتاعه المواطن الاوروبي الاكسس للتعليم الصحه تامين كل الحاجات دي عايزه اقول لك كمان ان في حته الضرايب ان انت لو مش مصدر دخلك من جوه البرتغال بتاخدي اعفاء ضريبي اوكي فانت كمان دي واخداها كميزه ان انت خدتي الحقوق البنفيتس بتاعه الباسبور لكن لو لانه انا اعرف انه لو كنديان باسبورت امريكان باسبورت ده وورلد وايد ده وورلد وايد بتضطر ان انت تدفعي ضرايبك حتى لو مش عايشه في بالزبط. البلد ده مش كده الباسبور ده ما بيخليكيش ان انت تدفعي ضرايب بيجي لك اعفاء بالزبط. هو انا بالنسبه لي بجد شايفه الباسبور ده يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله وان داي هشتري هجيبه يعني واخليه معايا اتمنى لانه هيساعدني في السفر وهيساعدني ان انا اشوف بلاد كتير حلوه لان انا بجد بحب السفر وفعلا بعاني من موضوع الفيزا وانا عارفه برضو السؤال ده انا سالته لك لان الناس هتساله لي اللي هو طب هل بياخد اعفاء من الضرايب او لا وهو فعلا الباسبور ده بيخليك ان انت تاخد اعفاء من الضرايب لان انت كده كده اصلا مش عايش فيها ولا بتشتغل فيها هو مجرد وسيله من الوسائل المميزه اللي بتخليك ان انت تسافر عايز تانفست بره عايز مش بتكلم على احنا شو يعني احنا كمس انا بتكلم على كل البلاد على فكره يعني انا جيت عندكم الشركه هنا لانه انا حرفيا من الناس اللي لما بيجي لي مثلا جوب اوفرز بحب اعرف كل تفاصيله وبعمل يعني بقول لا انا حابه اروح المكان ده حابه استكشف تفاصيل هل الكونتنت اللي انا هعرضها عندي على السوشيال ميديا هتساعد الفانز البلاتفورم بتاعتي او الناس اللي هي لان تقريبا ما شاء الله تقريبا 3 ارباع الفولورز الموجودين عندي واصحاب اللي انا اعرفهم بيسافروا لانه في منهم بزنس وومن بيجيبوا اللي هو الحاجات بتاعتهم اللبس البضاعه بتاعتهم من دول مختلفه أيوه. من لندن ومن امريكا ومن تركيا ومن فرنسا فساعات معظم الوقت بيكون عندهم اوقات معينه ان هم ينزلوا كولكشنز معينه في الستورز وبيضطروا ان هم للاسف كل حاجه بتتعرقل معاهم علشان موضوع الفيزا ما بتطلع لهمش فدي حاجه كويسه جدا وانا برضو قلت بحعيدها تاني ان هي
a good future. يعني هي حاجة زي ما أنت تكلمتي من شوية لما كنا إحنا الأهالي زمان بنقول إيه، أنا هانفست وهجيب لابني عربية حلوة، هجيب له شقة حلوة، بس بتمن ده طب ليه ما عملهوش حاجة كويسة تقدر تساعده later on قدام إن هو يسافر وإن هو يعيش حياته وإن هو يشوف بلاد تانية جديدة. الله أعلم بقى هيبقى بيحب السفر ولا لا، أو عايز يعمل بزنس معين برا، أو عايز يجيب حاجات من برا يعمل بيها بزنس جوه في مصر تبقى الدنيا يدرس سهلة. حاجة مختلفة مجال دراستها مش موجود في البلد اللي هو فيها، موجود في بلد عايز يدرس حاجة، عايز يتعلم رياضة معينة. فرائع. هل بقى هتقولي لي اسعار الباسبور؟ يعني انت مفيش بينا الكلام ده، اكيد مفيش بينا الكلام ده. طب هاتي واحد بقى بمشي كادو كده. ويعني هو اكيد هتبقى يعني حتى بصي مهما يعني مهما حسبت لها هو ممكن يكون بالنسبه للناس يعني certain people رقم كبير. انا انا بالنسبه لي كجولي مش هقدر اوفره دلوقتي، بس اقدر ان انا بعد ما عرفت عنه تفاصيل يبقى ده البلان بتاعي، يبقى دي البلان بتاعتي قدام ان انا افكر فيه ليا والاولادي ان شاء الله في المستقبل، ان احنا نعمل حاجه كويسه بدل ما كنا بنضيع فلوسنا على حاجات تافهه. انا واحده من الناس حرفيا لو كنت اعرف عن الشركه دي وعن الاوفر الباسبورت ده ان يكون معايا سكند باسبورت علشان اعمل بيها الحاجات دي كلها كنت عملت، لان ده عليا حاجات كتير وسفريات كتير. لا لا خلاص من دلوقتي خلاص هنبتدي في خلاص بقى انا ورجعت بالظبط. فحابه تضيفي لي اي حاجه جديده؟ بصي انا كنت كمان هقول لك حاجه دلوقتي. انا 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 دلوقتي اعمل ايه علشان اجي اطلع الباسبور؟ انا هاجي باجي عندكم الشركه بقدم تفاصيل، ايه التفاصيل وايه الاوراق المطلوبه مني اوكي في يوم من الايام ان انا لما عاوز اقدم على الباسبور ده؟ بصي الاوراق سهله جدا، عباره عن اولا انت اول بس ما تقولي ان انت انترستد ونبقى كل حق يعني الكلاينت بيبقى مهتم وبنعرفه كل التفاصيل من اول الستيب لاخرها خالص. اوكي. بيبقى معاه تيم كامل من اللويرز والاوبريشنز بيهندلوا كل حاجه ليه. اوكي. كل اللي بيطلب منه ان هو يدينا نسخه من الباسبور الاصلي بتاعه وشهاده الميلاد، الفيش او هو البوليس بالظبط كده، صور شخصيه، عارفه زي ما تكوني بتقدمي في ابلكيشن صفاء يعني، ده هو كان بيقدم على فيزا بجد بسيطه جدا، بعض الفورمز اللي الحكومه بتديها لنا بنمضي عليها. ده وهي كل الناس يا يوستينا بتاخد الباسبور ده؟ اي حد يقدر ان هو ياخده ولا ناس معينه، ولا ممكن في جنسيات معينه ممكن تترفض ولا لا؟ لا مفيش. بعض الدول طبعا مع اختلافات دلوقتي وفي حروب في دول معينه بقى في احيانا بعض الجنسيات بيحصل لها تدقيق شويه في التدقيق الامني اثناء التقديم عشان ما يبقاش في اي حاجه زي كده، لكن بقى في حريه للتقديم بشكل عام، سهوله جدا في التقديم في الورق وفي البروسس. مفيش اي حاجه اكتر من ان احنا بنقدم الفايل وبنستنى بيعملوا زي كشف امني على الاسره اللي مقدمه وبعدين ياخد الابروفل. نسبه الريجكشن يعني مش عايزه ابقى بقول الكلام اوفر بس فعلا بتبقى يعني قليله جدا خالص. أوكي. لانه احنا قبل ما نبتدي بنبقى عملنا زي تشيك ان احنا كل الاوراق معانا موجوده، مفيش اي هيستوري ليه علاقه باي حاجه ممكن تعمل لنا رفض، فالدنيا كلها بتمشي سموز خالص. اوكي بيرفكت. وبياخد قد ايه بقى علشان يطلع الباسبور؟ فاجئيني. بصي حاليا دلوقتي بقى بياخد مثلا حوالي 7 شهور عشان تقدري تطلعي الباسبور. واو. يس. انا هكون ولدت. ولدت بقى. هكون ولدت فعلا. 7 شهور علشان يطلع لي الباسبور. بالظبط كده. ولو انا مثلا عشان يكون عندي باسبورت البادجت بتاعه بيبقى كاش ولا انتوا بتعملوا انستولمنت؟ زمان يمكن كنتوا بتعملوا انستولمنت بس دلوقتي لسه ستيل في بيمنتس بتدفع على فترات معينة. مش كل المبلغ بيدفع مره واحده. طبعا لو نقدر ان احنا الدنيا تتظبط بحيث ان البيمنتس تبقى بشكل معين مناسبه للكلاينت ساعتها بنظبط كل التفاصيل دي. المبلغ مش بيتعمل كله مره واحده زي ما قلنا، احنا عندنا 7 شهور فبتحسي ان المبلغ متقسم على الفتره دي. فهمتك.
بس انا كمان احيانا كتير بقيسها من مثلا دلوقتي اي حد بيفكر في مدارس انترناشونال في جامعات خاصه، بشوف البادجت اللي بتبقى محطوطه للحاجات دي، وبحس ان هي في المقابل البادجت دي ممكن تتحط في باسبور للفاميلي كلها مش لفرد واحد بس بصرف على تعليمه. يعني انت بتصرفي تعليم شخص طفل واحد بس تقدري ان انت لان الاب وانس ان هو قدم او المين ابليكانت اللي هو المين ابليكانت بتاع الابليكيشن كلها لما بيقدم يقدر يضيف زوجه اولاد احفاد، فانت بتعملي التوتال فاميلي مش لفرد واحد بس. فهمت قصدك. طب والله بيرفكت، انا سعيده جدا اصلا بالمقابله الجميله دي، وحلو ان هم 7 شهور سو يعني اقدر ان انا اجمع المبلغ، او اي حد طبعا حابب ان هو انفست في حاجه زي كده بتفاصيلها بقى بديتيلز بالحاجات دي كلها، هم دايركت بيكونتاكت يو ايزلي على السوشيال ميديا جداً. يقدروا ان هم يتواصلوا معاكم بسهوله والامور بتاعتهم تمشي بسهوله، بتبقى يعني سهله جدا. اول احنا لنا فروع في دول كتير جدا، غير كده كمان لينا كلاينت كتير حتى لو مش بيقدروا يجوا المكتب عندنا، كل حاجة تقدر تتم عن طريق ان احنا بنتواصل معاهم، بنبعت لهم الاوراق المطلوبة بيبعتوها لنا، وبنخلص كل حاجة حتى ممكن لو ممكن يعني مش محتاج يعني لو لو المكان لو انتم مثلا مش متواجدين في جميع انحاء العالم يقدروا ان هم يتواصلوا معاكم من على السوشيال ميديا، وان هم يكونتاكت يو اني وير يو ار جايز. بيرفكت. Would you like to add anything else على اللي احنا قلناه ده كله؟ انا قاعده ان انت شرفتينا. انا اللي مبسوطه والله ان انا اتعرفت عليكم، يعني انتوا اديتوني مش عارفه ساعات كده كلام بيروح مني، بس اديتوني حاجه يعني حاجه حلوه كده افكر فيها ليتر قدام في المستقبل ان انا استثمر في حاجه كويسه، لان دلوقتي بصراحه ما بقتش في حاجات كتير مضمونه في حياتنا، بس اتمنى ان شاء الله ان انا في يوم من الايام اتعامل معاكم، واتمنى انه من خلال طبعا مقابلتي معاكي ناس كتير يهتموا بالموضوع وناس يفكروا في الموضوع وياخدوه على محمل الجد، لانه لو فكرنا فيها بجد هنلاقي انه احنا بننفست في حاجات كتير مش سوليد كده، مش اللي هي مش ممسوكة وملموسة بإيدينا، اللي هو ممكن في أي لحظة إن هي تتروح منك أو تضيع منك، بس دي من الحاجات اللي هي الثابتة اللي أنا هانفست، اللي هو زي البيت يعني العربية الله أعلم، بس اللي هو بيتك شقتك بتاعتك فيلتك بتاعتك. البزنس ده ببقى معظم الوقت بصراحة بخاف منه، لأنه ممكن في أي لحظة الدنيا تتلخبط مني، بس ان انا يكون معايا فرصة تانية ان انا اقدر اسافر واشوف الدنيا واشوف العالم، او ان انا مثلا اخلي اولادي ان هم يكون عندهم مستقبل كويس، يتعلموا حاجات جديدة، يشوفوا الدنيا جديدة اهليهم ما شافوهاش، او حد مثلا حابب، بحس هي هدية حلوة، هدية هدية حلوة من اب لابنه، من ام لابنها، من جد لحفيده، يعني بدل ما تحط له فلوس في البنك، او بدل ما تروحي تجيبي ذهب، بدل ما لان اي حاجة بجد ممكن تضيع، يعني انا كل حاجة دلوقتي سعرها بيتغير فجأة، تحسي ان هي قيمتها راحت منك كده، اللي هو ليه؟ عشان كده انا بتكلم من جوه قلبي، لانه لو كنت اعرف من زمان كنت عملت الموضوع ده. بس عايزة اقول لك ميزة حلوة دلوقتي، ان انت انا عارفه ان انت على 7 شهور هتبقي ولدتي، بس الميزه الحلوه بقى ان انت تقدري في اي وقت إن تقدمي وتضيفي البيبي ويبقى معاه الجنسيه عادي، حتى لو هو بقى عنده مثلا 22 سنه. والله فانت عندك لسه متسع من العمر. ما تقلقش احنا مأمنين I will do take care of you. وما تقلقش هم هيحبوك وهيفتكروك مش هينسوك. فان شاء الله one day باذن الله يكون في تعامل ما بيننا، واتمنى المتابعين اللي موجودين عندي يهتموا بالموضوع ويتواصلوا معاكم من خلالي ويقولوا انه احنا عرفنا عنكم عن طريق جولي. أيوة. اتمنى، لانه دي فرصه حلوه جدا، ويعني هديه حلوه، يعني معلومات حلوه كده اديتها لكم. يا ريت كان حد اتفرجت على فيديو زي ده من زمان كنت يعني اتوافقت فيه، بس ان شاء الله لينا توفيق قريبا. اكيد. ثانك يو سو ماتش، شرفتينا ومبسوطه جدا اني اتقابلت معاكي. ثانك يو.